السلام عليكم. إذا دائما مع سلسلة تمارين الدالة الأصلية ومع التمرين الثاني، نعتبر الدالة اف المعرفة على صفر بلس انفيني كالتالي: اف الاكس تساوي جوج اكس كاري زائد اكس زائد واحد زائد واحد على اكس كاري. السؤال الأول: حدد مجموعة الدوال الأصلية للدالة اف على المجال صفر بلس لانفيني. إذا عندنا واحد الدالة اف دو اكس، غادي نحدد لها الدالة الأصلية ديالها. إذا اف كون اف دو اكس تساوي، إذا خصني نحدد الدالة الأصلية ديال جوج اكس كاري ديال اكس وديال واحد وديال واحد على اكس كاري. غادي نستعن بواحد الجدول. إذا غنبداو بجوج اكس كاري. إذا الدالة الأصلية ديال جوج اكس كاري، كما شنا حنا كنعرفو بأن الدالة الأصلية ديال ك اف هي كاف، وبالتالي هذيك الجوج ما غاديش نهضر معاها. اذا الداله الاصليه ديال اكس كاري مكتوبه على شكل اكس اس ان. اذا الاصليه ديالها هي اكس اس جوج زائد واحد على جوج زائد واحد اي ثلاثة، زائد الداله الاصليه ديال اكس. اذا اكس شنو هي؟ اكس اس واحد. اذا اكس نطبق عليه نفس العلاقة، إذا هي إكس أس واحد زائد واحد على واحد زائد واحد اللي هي جوج. الدالة الأصلية ديال واحد، واحد عدد ثابت، إذا الأصلية ديال أ هي أ إكس، إذا واحد إكس زائد الأصلية ديال واحد على إكس كاري، إذا هي ناقص واحد على إكس. دائما في الدالة الأصلية كنضيف واحد ثابتة في التالي، دائما كا ولا سميها سي ولا سميها اللي بغيتي. دابا نحاول نبسطو. اذا عندنا جوج على ثلاثة اكس اس ثلاثة زائد اكس كاري على جوج زائد اكس ناقص واحد على اكس زائد العدد كا. اذا هذا هو السؤال الاول. السؤال الثاني: حدد الدالة الأصلية اف للدالة اف بحيث. إذا احنا لقينا مجموعة من الدوال الأصلية مش هي دالة واحدة، لأن كا يمكن لك تعوضها بأي عدد كينتمي لآر. دابا طلبوا منا بالضبط نحددوا واحد الدالة اللي كتحقق لي واحد الشرط البدئي. إذا لدينا، إذا غنستعملوا داك الشرط البدئي، إذا لدينا اف ديال واحد كتساوي صفر. اذا كندير اف دو واحد وغادي نحسب داك اف دو واحد، يعني فيما لقيت اكس غادي نعوضها بالواحد. اذا هي واحد اس ثلاثة زائد واحد او كاري على جوج زائد واحد ناقص واحد على واحد زائد العدد ك. اذا نبسطو الكتابة. اذا جوج على ثلاثة زائد واحد على جوج واحد ناقص واحد زائد العدد ك. إذا مشات الواحد مع الواحد، كنعملو أو كنوحدو المقامات. إذا المقام الموحد هو ستة، إذا أربعة على ستة زائد ثلاثة على ستة زائد العدد ك. إذا سبعة على العدد ستة زائد ك. كنعرفو اف دو واحد كتساوي ثلاثة، وبالتالي هادشي كامل كيساوي ثلاثة. إذا سبعة على ستة زائد ك كتساوي ثلاثة، وبالتالي ك كتساوي ثلاثة ناقص سبعة على ستة. إذا كنوحدو المقامات. إذا تسعود أو دونك ستة، إذا هي تمنطاش على ستة ناقص سبعة على ستة، إذا تساوي حداش على العدد ستة، وبالتالي ك كتساوي لنا حداش على ستة. إذا الدالة الأصلية التي تحقق الشرط البدئي تكتب على هذا الشكل. إذا هي جوج على ثلاثة اكس اس ثلاثة زائد اكس كاري على
جوج زائد إكس ناقص واحد على إكس، إذن هاد الدالة هادي زائد كا، وكا تساوي في الحالة ديالنا هي 11 على 6. إذن هذه هي الدالة الأصلية التي تحقق الشرط المطلوب.